مساء الخير عليكم واهلا وسهلا على كل حبايبي اسره قناه عالم منوعات. يا رب تكونوا دايما بالف صحه وخير ورمضان كريم على الجميع. رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. طبعا النهارده جايبه لكم موضوع مهم جدا، حابه ان انا اكلم فيه البنات اخواتي واصحابي وحبايبي وكل بنت عندنا على القناه او خارج القناه. طبعا موجهه الكلام دوت ليكي، وبالذات طبعا بالاخص المرحله اللي هي مرحله المراهقه، البنات الصغيرين اللي هم 12 و13 سنه. طبعا الفيديو ده يا حبايبي مهم جدا جدا لكل بنت بتسمعني دلوقتي، او طبعا لاي حد هيفتح الفيديو بعد كده ان شاء الله. كلام مهم جدا يا حبايبي، وارجو لو استفدتي من الفيديو ده النهارده ما تنسانيش في اللايكات بقى والشير والسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من البنات وتستفاد منه برضو. طبعا موضوعنا النهارده يا حبايب قلبي هيتكلم عن البنات اللي هم بيتكلموا الشباب، والشباب برضو اللي بيتكلم بنات على النت، بس طبعا بالاخص البنات. حابه اوجه لكم رسالة النهاردة خطيرة جدا جدا هتهمك، وممكن ان هو يتوقف عليها مستقبلك وحياتك كلها الفترة اللي جاية. حاولي ان انت تركزي على الكلام ده دلوقتي حبايبي. في دلوقتي ظاهرة شائعة جدا جدا، ويمكن هي اصلا كانت شائعة بقالها فترة، يعني ان في بنات بيقعوا في حب الشباب اللي على النت. طبعا انا بنصحك نصيحة أخوية من أختي ليكي، بالذات البنات اللي في فترة مرحلة المراهقة، يعني لسه صغيرين ما عندهمش تجارب كافية، ما عندهمش خبرة كافية إن هي مثلا تفهم الشخص اللي قدامها، تعرف مين اللي بيتكلم معاها، وبالأخص بقى ما بالك إن ده كمان شخص على النت، يعني أنت كمان واحد ما تعرفهوش كمان، يعني في عالم كده وهمي، عالم ما تعرفهوش أصلا، عالم افتراضي بمعنى صح. متعرفيش مين اللي معاكي، مين الشخص اللي بيكلمك ده، او هو غرضه ايه حتى من الكلام معاكي، عايز يوصل لايه. طبعا انا كنت حابه اوضح لكم النهارده حبايبي، الفيديو بتاع النهارده بلاش ان انتي تندمجي قوي مع اشخاص على النت شباب. بلاش لو حد عمل لك اد تدخلي على طول تقبلي طلب الصداقه وتدخلي تكلميه، لانه طبعا هو داخل نيته مش كويسه. حتى لو كان صديق وانتي عارفاه برضو بلاش ان انتي تكلميه، لان انت مفيش حاجه بينك وبينه عشان تدخلي تتكلمي معاه ويفتح معاكي حوارات وكلام ملوش اي لازمه. حابه ان انا كمان اقول لك بلاش ان انت ترمي عواطفك كده وتستغلي عواطفك، واي شاب كده من الشباب يستغل عواطفك. طبعا احنا عارفين ان البنات يعني بتكون اللي بتحكم فيها اكتر عواطفها. خلي بالك الكلام ده ممكن انه يحصل معاكي بالفعل، لانه حصل مع واحدة كانت بتتكلم مع شاب بحسن نية جدا، ما كانتش تعرف ان هو نيته قذرة بالشكل ده، وان هو كان عايز يستغلها في حاجات تانية احنا في غنى عنها خالص، وفي غنى ان احنا نوصل للمرحلة دي. فبالفعل فعلا شباب كتيرة جدا في الزمن اللي احنا فيه ده مش كويسين، ومفكرين ان البنت اللي بتكلم شاب بتبقى بنت صيعة، بنت بمعنى اصح معذرة يعني في الكلمة، اهلها معرفوش يربوها، وهي طبعا اللي بتديله الفرصة ان هو ياخد عنها الفكرة دي او الانطباع ده. فبلاش ان انتي ارجوكي، يعني نصيحة اخوية من اخت ليكي، بالذات البنات اللي في فترة المراهقة اللي هم سن 12 و13 سنة، بلاش ان انتي تدخلي عالم الفيسبوك وتمسكي التليفون كده وتندمجي وتتكلمي مع ده ومع ده ومع ده، بلاش، لانه في النهاية هتبقى عواقبها وخيمة جدا جدا وهتبقى مش كويسة. كمان ممكن فكري قدام بعد كده، ممكن مثلا هيبعتلك في الاول اد هتقبلي الاد، بعد كده هيدخل يتكلم معاكي ويدردش معاكي، وفي الاول وفي الاخر هو بيسلي وقته بس مش اكتر، بيسلي وقته عليكي يعني بيسلي وقته معاكي بس مش اكتر. وممكن كمان في حاجات كتيرة جدا بين الاولاد والشباب انتي كمان ما تعرفيهاش، يعني ممكن مثلا يكون مشغل السبيكر والشباب اصحابه بيضحكوا عليكي وانت بتكلميه، كل ده طبعا بيبقى خلف الشاشات الانترنت انت مش شايفاه يعني ولا شايفه ايه اللي بيحصل. فعشان كده بقولك بلاش ان انت تندفعي بعواطفك وتفكري بعواطفك، لا شغلي دماغك شويه وفكري بعقلك اكتر من عواطفك، بالذات في الايام اللي احنا فيها ديت. ما تخليش حد يستغلك بمعنى صح، لان طبعا بعد كده هيدخل يقولك ازيك عامله ايه، طب انت عامله ايه في الدراسه، طب انت عايشه ازاي، طب انت بتعملي ايه،
كل الحوارات دي هتأدي الكلام مش كويس بعد كده، هيقولك مثلا طب ابعتي لي صورتك انا عايزه اشوفك، هتضطري ان انت تبعتي له صورتك. بعد كده ممكن هو يستفزك بالصور ديت، هيقولك لو ما عملتيش الحاجه الفلانيه اللي انا عايزها ممكن مثلا بعد كده اودي الصور دي لاهلك وافضحك قدامهم، او اديها لاخوكي او اختك او اهلك او اي حد من قرايبك. فليه انت توصلي نفسك لمرحله زي كده؟ بلاش يا حبايبي عشان خاطري ان انت تندفعي بعواطفك، وان انت تخلي واحد معنى اصح معلش كلب زي ده ولا يسوى ان هو يهد حياتك كلها ويهد مستقبلك ويخليكي مش عارفه تعملي ايه ويصغرك كمان قصاد اهلك. فبلاش عشان خاطري يا حبيب قلبي، ما تقبليش اهاد من اي شاب انت ما تعرفيهوش، حتى لو كنت تعرفيه او كان مثلا معاكي في المدرسة، برضو بلاش ان انت تقبلي اضافة من حد انت ما تعرفيهوش او حتى كنت تعرفيه. ده احنا كمان بنقول للناس اللي هم مخطوبين، بنقول لهم بلاش ان انت تتمادي مع خطيبك في اي كلام خارج، عشان انت يعني كمان ما تعرفيش اذا كان هو فعلا هيرتبط بيكي او مش هيرتبط بيكي، او انت كمان اصلا ما تعرفيش هو انت هتكملي معاه اساسا ولا مش هتكملي معاه. فبلاش يا حبايب قلبي، ما بالك انت بقى كمان يعني هو مش خطيبك ولا حتى يقرب لك اي حاجه كمان عشان تقعدي تتكلمي معاه وتبعتي له صور وهو بعد كده يرجع يستغلها ضدك. فبلاش عشان خاطري، حتى لو قال لك انا هجيب لك هدايا عشان تثبت لك ان انا بحبك قد ايه، برضو ما ينفعش خالص خالص خالص. ما تفكريش ان هو عشان بعت لك هدية فهو عشان كده يبقى هو كده خلاص بيحبك بجد، لا طبعا. وممكن يكون الهدية ديت ان هو يعني يعني بمعنى اصح عايز يسحبك كده زي ما بيقولوا او يشد رجلك كده، بس بطريقة يعني طبعا اكيد كلنا بنحب الهدايا، فهو ممكن يكون دوت يعني ايه بداية كده عشان انت تقولي اه ده فعلا بيحبني، اه ده جاب لي هدية غالية قوي، اه ده فعلا كذا، وتبدأي فعلا تقتنعي بقى ان هو بيحبك زي ما هو بيقول، وتبدأي تمشي وتجري ورا كلامه. فلا، ما تقبليش اساسا هدايا من حد غريب انت ما تعرفيهوش. اكيد الهديه ديت وراها مصلحه، يعني هو مش جايبها لك ودافع فيها فلوس كده وخلاص، لا ده اكيد وراها حاجه، يعني بجر ناعم كده زي ما بيقولوا يعني بالبلدي. فبلاش يا حبايب قلبي ان انت تقبلي حاجه من حد انت ما تعرفيهوش، بلاش تكلمي حد من على الانترنت انت ما تعرفيهوش، ازاي يعني بالعقل كده هيكون بيحبك وهو اصلا ما شافكيش ولا يعرفك اساسا في ارض على ارض الواقع يعني. ده اذا كان يعني ساعات بيكونوا على ارض الواقع فعلا ومبيحصلش حب ولا حاجه، ما بالك انت بقى من ورا حاجه وهميه، من ورا شاشه وهميه، عالم افتراضي انت ما تعرفيهوش، ما تعرفيش حياته عامله ازاي ولا حتى بيعمل ايه. فنصيحه اخويه من اخت، بلاش يا حبايب قلبي عشان خاطري ان انت تندفع بمشاعرك مره واحده مع شخص ممكن ان هو يهدلك كل حياتك. ده كان اخر نهايه الفيديو معانا يا حبايبي، ولو استفدت منه ما تنسانيش بقى في اللايكات بعد اذنك والشير والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكل الاشعارات بالفيديوهات الجديده ان شاء الله، وتكونوا انتوا اول ناس بتشوفوها على طول على القناه. واشوفكم على خير يا رب، ورمضان كريم. باي باي.